المستقبل تصنعه الرؤية، التطور يحققه الطموح، النهضة يعززها الإنجاز. الإحصاء هو شريان الحياة لجميع أفراد المجتمع. إنها أبوظبي، رمز الرؤية السديدة، مهد الطموحات العملاقة، منبع الإنجازات الفريدة. أهمية البناء أي خطة استراتيجية تنبنى على الأرقام. مركز إحصاء أبوظبي جديد النشأة من 2008، طبعاً هناك كانت تحديات كبيرة في إنشاء المركز وصعوبات في جلب هذه البيانات إلى المركز. الحمد لله هناك قرارات وهناك قرار من المجلس التنفيذي دعم هذا الدور، فبناء على هذا القرار صار هناك رسم للسياسة ودور أكبر للإحصاء. فمن أهم العوامل لبناء أي استراتيجية وجود إحصاءات دقيقة. ينبثق دور أهمية مركز إحصاء أبوظبي في توفير بيانات دقيقة حتى نعطي لصاحب القرار يكون قراره صائب، واستراتيجيات الجهات الحكومية تكون استراتيجيات صائبة، ونوصل إلى مظلة العليا وهي مظلة أجندة حكومة أبوظبي وخطة أبوظبي 2030. فنحن لازم هناك هدف استراتيجي في الوصول إلى هذه النقطتين، فلابد من الوصول لهم من خلال بيانات دقيقة. الإحصاء أكثر من علم، إنه أداة معرفية تسهم في فهم الحاضر والتطلع نحو المستقبل، مستقبل تصنعه أبوظبي برؤية قادتها وعزيمة أبنائها.